السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شباب؟ نستكمل مع بعض الجزء اللي بدأناه. كنا بدأنا في اللقاء الماضي الجزء الخاص باتخاذ القرار. خدنا الجزء الخاص بالشراء أم الصنع، ثم الاستمرار أم التوقف مؤقتا. طيب في المحاضرة 14 في قرار خاص بتسعير الطلبيات الخاصة. يعني ايه تسعير الطلبيات الخاصة؟ يعني بكون ببيع منتج معين في السوق بسعر معين، واجي الاقي فيه عميل جه ما راحش السوق، ما اشتراش المنتج بتاعي من السوق، وعرض عليا ان يجي للمصنع ويشتري طلب خاص بسعر خاص. اوافق ولا ارفض؟ يعني مثلا انا ابيع المنتج في السوق بسعر 50 ريال من خلال عملية تسويق معينة من خلال مندوب البيع، لقيت عميل جاي لي وبيطلب مني 1000 وحدة 2000 وحدة، بس قال لي مش هاخد منك ب50. امال يا عم هتاخدهم بكام؟ هل هاخدهم منك بسعر 30 بسعر 20 بسعر 40؟ اوافق ولا ارفض؟ الموافقة، لا قبل ما اقول اوافق او الله ارفض لازم اعرف الموافقة او الرفض بناء على ايه. بناء على هل السعر المعروض هيأثر على سعر البيع في السوق؟ هل السعر المعروض هيأثر على سعر البيع في السوق؟ يعني لا مش شرط، ممكن اللي بيشتروا من السوق ما يعرفوش ان انا اتفقت على عرض خاص بالسعر ده. 2، هل انا عندي طاقة عطلة تقدر تنتج لي عدد الوحدات المطلوب في العرض الخاص؟ ثلاثة، هل السعر المعروض هيغطي التكلفة المتغيرة للوحدة؟ يبقى لازم ادرس العرض الاول واشوف رد فعل العملاء اللي في السوق ايه. لو عرفوا هيطلبوا التخفيض مش هيشتروا من عندي تاني، لان انا ببيع لهم بسعر اغلى من سعر عميل اخر. هل عندي الات تقدر تنتج العرض الخاص؟ والاهم من ده كله، هل السعر المعروض اللي عرضه لي العميل هيغطي التكلفه المتغيره او لا؟ طب ناخد مثال، وتوقف احدى المنشات عرض من احد العملاء لشراء 8000 وحده بسعر 15 ريال الوحده، في حين ان سعر بيع الوحده الحالي 24 ريال والطاقة الإنتاجية للمنشأة 30000 وحدة. يبقى عميل دلوقتي طلب مني عايز يشتري 8000 وحدة، وعرض عليا أنا هشتري منك الوحدة ب 15 ريال.
مع اني ببيع الوحده في السوق ب24 ريال، هو طالب بكام؟ طالبها ب15، اقل من السوق. طيب انا عندي طاقه انتاجيه قد ايه؟ قال لي طاقتك الانتاجيه 30,000 وحده، الا ان الطاقه المستغله في الوقت الحالي 70% فقط. 70% في ال 30,000 يعني انا بنتج حاليا 21,000 وحده وابيعهم في السوق. معنى كده ان انا عندي الات تقدر تنتج لي كمان 9,000 وحده، لان الطاقه اللي عندي كام وحده؟ 30,000. يبقى انا عندي امكانيه كمان بنتج حاليا 21، فانا عندي امكانيه حاليا ان انا انتج كمان 9,000 وحده. العميل طالب مني كام؟ 8,000. ده في حدود الطاقه اللي عندي ولا لا؟ في حدود الطاقه اللي عندي. طيب بس معلش، هو الموقع عطلان، طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ معلش احنا بنحاول بقدر الامكان، بقدر الامكان مش هناخد حاجات كتير. دلوقتي انا عندي الطاقه الانتاجيه 30,000 وحده، المستغل منها كام بس؟ 21. يعني انا ممكن انتج كمان، ممكن انتج كمان 9,000 وحده بدون اي زياده في التكاليف الثابته اللي هي بتبلغ حاليا 84. بقول لي بصفتك المحاسب الاداري للمنشاه، طلب مني المشوره بخصوص قبول او رفض العرض الخاص، علما بان التكلفه المتغيره للوحده 13 ريال وقبول العرض لن يؤثر على سعر الوحده في السوق. تعالوا كده واحده واحده بقى نقول العميل طالب كام. العميل طالب مني يشتري 8,000 وحده، الوحده ب 15 ريال، ده العرض بتاعه. تعالوا نقول واحد، هل عندي طاقه عطله تلبي الكميه اللي هو عايزها؟ نعم. اثنين، هل لو انا قبلت السعر 15 هيأثر على سعر الوحدة اللي بيعها في السوق ب 24؟ قال له لن يؤثر على سعر البيع في السوق. يبقى اهم قرار هو عارض سعر كام؟ 15. والتكلفة المتغيرة للوحدة قد ايه؟ التكلفة المتغيرة للوحدة 13. يغطي المتغير ولا لا؟ نعم يغطي المتغير. وزيادة كام ريال؟ ريالين. طب انا ما خدتش ليه الثابت في الاعتبار؟ لان الثابت هتحمله في كل الاحوال. قبلت العرض، رفضت العرض، الثابت في كل الاحوال هتحمله. يبقى في الحاله ديت الثابت ما يدخلش معايا في القرار. ده تكلفه غير ملائمه. يبقى المعيار بتاعي هل السعر المعروض، هل السعر المعروض يغطي التكلفه المتغيره؟ نعم يغطي التكلفه المتغيره. سعر البيع اللي هو 24 ده اللي في السوق تحتاج التكلفه المتغيره 13. طالما هو عارض عليا السعر 15 وهو بيكلفني الوحده 13، يبقى انا لو قبلت هكسب عن كل وحده كام ريال؟ ها لو انا قبلت ربحي عن كل وحده كام ريال؟ ريالين. تمام، يبقى معنى كده مبدئيا اقبل ولا ارفض؟ اقبل. طيب لو قلت لك كده بفرض قبول الشركه للعرض الخاص، مكسبها او خسارتها هتبقى كام؟ هتقول لي والله مكسبها ريالين عن كل وحده، مكسبها ريالين عن كل وحده وهم 8,000 وحده، يبقى ريالين في 8,000، يبقى انا لو قبلت العرض الخاص هكسب 16,000 ريال. يبقى انا لو قبلت العرض الخاص هكسب 16,000 ريال. الموضوع سهل جدا. يبقى كل اللي احنا نعمله هنبدا نقول، هل انا عندي طاقه متاحه؟ نعم. هل سعر البيع في السوق هيتغير؟ لا مش هيتغير. يبقى المعيار الاساسي بالنسبه لي لو السعر المعروض بيغطي التكلفة المتغيرة اقبل. طب مكسبي أو خسارتي قد إيه؟ قال لك هنا السعر المعروض 15،
والتكلفه المتغيره 13 يبقى يكسبني ريالين على كل وحده. طب ريالين على كل وحده وهم اصلا كام وحده عايزهم؟ 8000، يبقى 16000. اللي احنا قلناه ما حلناش اي حاجه، خطوتين بس. طب لو انا عايز بقى بالتفصيل اقارن، هو انا لو قبلت العرض مكسبي هيبقى كام؟ نعم، الطاقه العاطله 9000 والعميل ده طالب 8000، يعني في حدود الطاقه اللي عندي. والعميل طالب 8000، يعني في حدود الطاقه اللي عندي. مين اللي قال يا بسام؟ مين اللي قال العرض 24؟ ارجع يا حبيبي التمرين اهو، التمرين بيقول هنا ايه؟ سعر بيع الوحده الحالي 24، ده السعر اللي بيتباع بيه في السوق. السعر اللي العميل عرضه اهو، عرض من احد العملاء لشراء 8000 بسعر 15. تمام؟ تمام. طيب لو انا عايز اتاكد بقى، عفوا، لو انا عايز اتاكد ان الحل بتاعي صح، نقول طيب هو انا دلوقتي بدون قبول العرض مكسبي كام؟ او خسرتي كام؟ اول حاجه ايراد المبيعات. اول حاجه ايراد المبيعات عباره عن كام وحده؟ حاليا انا ببيع 21000 وحده ضرب 24، اضربوها كده، 21 ضرب 24 ريال في السوق، يبقى الايراد 504000. تمام، جميل. طب التكاليف المتغيرة، الوحدة ب 13 يبقى 21000 ضرب 13 ب 273000، يبقى هامش المساهمة حاليا 231، أشيل منه التكلفة الثابتة 84000، يدينا صافي الربح الحالي 147000. صافي الربح الحالي 147000، يبقى حاليا انا بكسب 147000. طيب العرض الجديد، لو عايزين العرض الجديد بس، ايوه طبعا، انا دي قايمه التكاليف مش الايراد ناقص التكلفه بيساوي الربح او الخساره. يبقى انا باخد الايراد اهو، اشيل منه التكلفه المتغيره، اشيل منه الايه؟ التكلفه الثابته، يديني صافي الربح. طب العرض الجديد هو طالب مني كام وحده؟ 8000 وحده. طب الوحده طالبها بكام؟ ب 15، يبقى 8000 في 15 ب 120000. طب الوحده بتكلفني متغير كام؟ 8000 في 13، المتغير 8000 في 13 104000، يبقى الهامش هنا او الفائض هو 16، مفيش تكلفه ثابته، يبقى 16000 مكسبي. اللي احنا جبناه بطريقه ثانيه ازاي؟ احنا قلنا سعر البيع المعروض 15 والتكلفه المتغيره 13، يبقى معناها مكسبي عن كل وحده ريالين، وهو طالب 8000 وحده، ده اضرب في 8000 يبقى 16000 المكسب بتاعي اللي هو ده. لا جدول ولا اي شيء، لان هطلب منك في الاختبار الرقم، تجيب الرقم على طول بالطريقه اللي اقول لك عليها ديت عشان تنجز في الوقت. يبقى على طول السعر المعروض، على طول السعر المعروض، اشيل منه التكلفه المتغيره، يطلع لي مكسبي في الوحده كام؟ اضربها في عدد الوحدات، ايوه، يطلع لي اجمالي المكسب كام. تمام. لو عايز طبعا اجيب الاجمالي، انا بزود بس لنفسي هنا مش في الاختبار الكلام ده، الاجمالي الايراد قد ايه؟ اقول له اجمالي الايراد عباره عن الايراد على الوضع القديم زائد ايراد العرض الجديد يساوي 624000. التكاليف مجموع التكاليف المتغيره في الاثنين، الثابت ثابت، هلاقي الاجمالي 163000. يبقى انا لو قبلت العرض اجمالي المكسب 163، ولو رفضت العرض مكسبي 147 فقط. معنى كده ان في زياده 16000، نعم، اللي هو نتيجه الربح بتاع العرض الخاص.
يبقى انا يهمني هنا الاول السؤال اقبل ولا ارفض. اتنين، لو قبلت هيكون الاثر ايه على قيمة الدخل، مكسبي او خسارتي من العرض الخاص هيبقى كام؟ اقول له ريالين عن كل وحدة، في 8000 وحدة يبقى 16000 ريال. مثال تاني، تبلغ طاقة مصنع الاتحاد 40000 وحدة سنوية. المصنع يقوم بإنتاج نصف هذه الطاقة. تبلغ تكلفة الوحدة من المواد المباشرة ريالين، ومن الأجور المباشرة 3 ريال، ومن التكاليف الصناعية الغير مباشرة 1.5 ريال، وإجمالي التكلفة الثابتة 40000 ريال، وعندي عمولة بيع للوحدة ريال، والسعر البيع المعتاد 10 ريال. تقدم لأحد العملاء بطلب خاص عشان يشتري 10000 وحدة بسعر 8 ريال للوحدة. وفي المسألة بيقول لي الشراء من المصنع، يعني معناها مفيش عمولة لمندوب البيع، يعني أنا لو أنا دلوقتي قبلت العرض ده هوفر ريال على تكلفة الوحدة. طيب بصفتك محاسب إداري تقبل ولا ترفض العرض الخاص؟ تقول له طب واحدة واحدة كده معاك، هو عارض سعري الأول، أنا عندي المصنع طاقته قد إيه؟ 40000، بنتج حاليا نص الطاقة دي، يعني بنتج 20، يبقى أنا عندي آلات طاقة عطلة تقدر تنتج لي كمان 20000. هو العميل طالب كم وحدة؟ طالب 10000 فقط. في حدود الطاقة اللي عندي ولا لا؟ نعم في حدود الطاقة اللي عندي. طيب السعر اللي عرضه كام؟ 8 ريال. أقارن ال 8 ريال بالتكلفة المتغيرة للوحدة. أقارن ال 8 ريال بالتكلفة المتغيرة للوحدة. فين التكلفة المتغيرة؟ مع بعض بقى كده؟ مواد مباشرة 2 ريال. وأجور مباشرة 3 ريال. وتكاليف صناعية غير مباشرة متغيرة ريال ونص، يعني 6.5 ريال. طب العمولة مش هتتحسب لأن العميل جاي بدون ما يمر على مندوب البيع. العمولة أبيعها لو أنا نزلت الحاجة، أدفعها لو نزلت الحاجة دي بالسوق. معنى كده إن العميل طالب يشتري الوحدة ب 8 ريال، والوحدة بتكلفني متغير 6.5 ريال. تمام، معلش نسمع مع بعض، أنا بعيد الكلام تاني. والوحدة بتكلفني 6.5 ريال تكلفة متغيرة. يبقى 8 ريال أضغط التكلفة بالكامل والزيادة. زيادة قد إيه؟ زيادة 1.5 ريال. معنى كده ان انا هكسب 1.5 ريال على كل وحدة. معنى كده ان انا هكسب 1.5 ريال على كل وحدة. طب هم كم وحدة اصلا؟ هم 10000 وحدة. كل وحدة مكسبي فيها قد ايه؟ 1.5 ريال. يبقى اجمالي مكسبي 1.5 في 10000 ب 15000 ريال. يبقى انا لو قبلت الطلب الخاص هكسب 15000 ريال. يبقى اقبل ولا ارفض؟ يبقى اقبل ولا ارفض؟ على طول اقبل. نعم ده اللي احنا بنحله بطريقه مختصره. يبقى انا بقارن دايما. بقارن ايه بايه؟ بقارن السعر المعروض مع التكلفة المتغيرة للوحدة. لو لقيت ان السعر المعروض يغطي التكلفة المتغيرة يبقى طب مكسبي او خسارتي قد ايه؟ مكسبي للوحدة الفرق ما بين السعر المعروض
والتكلفة المتغيرة للوحدة. فهنا كان السعر المعروض 8 ريال والتكلفة المتغيرة للوحدة احنا حسبناها مواد وأجور وتكلفة غير مباشرة 6.5، يبقى السعر بيغطي التكلفة المتغيرة والزيادة. يبقى طب الزيادة قد ايه؟ الزيادة قد ايه؟ الزيادة ريال ونص. طب هما كام وحدة؟ 10,000 وحدة في ريال ونص، يبقى مكسبي 15,000 ريال في حالة القطر. يبقى هنا هو العرض او الجديد ان انا هبيع 10,000 وحدة بسعر 8 ب 80,000. التكلفة المتغيرة 10,000 في 6.5 ب 65,000، يبقى 80 ناقص 65 يبقى مكسبي 15,000 ريال. مكسبي 15,000 ريال. في مشكلة يا جماعة عندكم لحد دلوقتي؟ في مشكلة عندكم لحد دلوقتي؟ طب لو انا السعر زي ما زملائكم بيتكلموا، لو انا السعر 8 ريال، ركز لو سمحت، لو السعر او 8 جيت احسب التكلفة المتغيرة لقيتها 10، اقبل ولا ارفض؟ ارفض على طول، لان السعر ما غطاش التكلفة المتغيرة. طب وفي الحالة دي، في الحالة ديت اقول والله قبول للعرض الخاص هيخسرني، هيخسرني قد ايه؟ ريالين عن كل وحده، وهم 10,000 وحده، لو انا قبلت يبقى اخسر 20,000 ريال. بدل ما هنا بقول اكسب، لا الناحيه الثانيه اخسر. يبقى لو لقيت التكلفه المتغيره، لو لقيت التكلفه المتغيره اعلى من السعر المعروض يبقى انا ارفض. طب لو الشركه قبلت يبقى اقولها هتخسر. هتخسروا قد ايه؟ الفرق ما بين التكلفة المتغيرة والسعر المعروض. تمام الحمد لله. يبقى انا النهارده اتكلمت على ايه؟ اتكلمت على النهارده اتكلمت على قبول الطلبيات او العروض الخاصة. بقول امتى اقبل او ارفض العرض الخاص؟ امتى اقبل او ارفض العرض الخاص؟ بقول ابدا اقبل او ارفض العرض الخاص بناء على مقارنه سعر العرض الخاص اللي بيطلبه او يعرضه العميل مع التكلفه المتغيره الواحده. لو بيغطيها اقبل، ما بيغطيهاش ارفض. ده باختصار اللي احنا قلناه. طبعا الشراء او الصنع كل القرارات انا بحلها بناء على ان انا محاسب اداري، بناء على اني محاسب اداري. يعني معناها القرار بتاع محاسب التكاليف، الحاجه اللي تكلفاني كام وتكلفتها قد ايه والكلام ده كله، ده خاص بمحاسب التكاليف، ما يلزمنيش انا كمحاسب اداري. فانا باخد القرار البيانات اللي اداها لي محاسب التكاليف وبعدها تاني من وجهه نظر محاسب اداري. أنا مش هدخل في المحاضرة، المفروض المحاضرة اللي جاية هي المحاضرة رقم 16. 15 محذوف. محاضرة 15 محذوف. مش هدخل في المفروض كنت هدخل المحاضرة 16، لكن دلوقتي على أساس إن في مشاكل في الدخول اليوم هنخلي المحاضرة 16 بدايتها يوم اللي هي السبت القادم إن شاء الله. ماشي يا جماعة؟ طالما في مشكلة النهارده، والمفروض كل مرة بيكون العدد أكتر بكتير من ضعف العدد اللي موجود حاليا. فمش يعني مش هناخد حاجة كتيرة النهارده، وهنخلي تكملتها إن شاء الله يوم السبت القادم إن شاء الله. نراكم على خير بإذن الله.